جديدة وفقرة جديدة من فقرات بضبط. أنا عايزة أقول لكم إن زمان أي اتنين متجوزين كان موضوع الإنجاب ده لا قدر الله اتأخر عندهم شوية أو اتأخر عندهم كتير، الموضوع كان بيوصل لمرحلة الطلاق. بس دلوقتي بقى قدامنا كذا أوبشن، بقى قدامنا كذا تقنية وكذا وسيلة تقضي تماما وتحل تماما أي مشكلة تأخر إنجاب بتقف قدامنا. ويمكن من أكتر التقنيات دي اللي عملت باص كبيرة جدا والناس كلها بدأت تتكلم عليها هي تقنية الحقن المجهري اللي بالفعل أثبتت نسبة نجاح عالية جدا جدا، عشان كده النهاردة احنا عاملين عنها سيجمنت كاملة. هنعرف بقى مين الكانديديتس، مين المؤهلين ان هم يستخدموا التقنيه دي، طب ازاي اقدر ازود نسب نجاح هذه التقنيه، ايه اللي ممكن اعمله خلال البروسيس ممكن نقول يعني هيسبب فشل لهذه التقنيه خلال العمليه. كل ده نعرفه النهارده وهنتكلم عليه في السجمنت. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره موجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور ومنورنا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اول حاجه دكتور، بقى كل الستات دايما بتبقى قلقانه من مشكله اصل حماتي هتسالني، اصل الناس كلها بتضغط عليا، واصحابي امتى هتخلفي. المشكله دي بتبقى عليها لود وعليها ستريس كبير جدا. طب تعال نقول ان الحقن المجهري بقى هو طوق النجاه لستات كتير قوي. طيب امتى وصل للمرحله دي؟ امتى وصل لنسب النجاح دي؟ هو طبعا مش طوق نجاه للستات بس، عشان الحمل مش على الستات بس، لانه الحقن المجهري ممكن يتعمل بسبب انه في الزوجه او سبب في الزوج، يعني اللي يعني لو هو كمان عنده المشكله ممكن يستخدم التقنيه دي. طبعا لكن الحقن المجهري طبعا بدا من سنه 78 وكانت نسب بسيطه، قعد يحدث فيه تقدم. دلوقتي احنا بقينا بنصل الى نسبه نجاح 70%. 70% ده في مصر ولا في الوطن العربي ولا في يعني مصر؟ في مصر في 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 بعض الاماكن يعني احنا بنوصل 70%. نسبه كبيره جدا. طبعا نسبه ممتازه. بس مش في كل المراحل السنيه. أوكي. لان هو بيعتمد في الاساس اساسا على سن الزوجه، فاذا كان سن الزوجه مناسب فده بيديني اعلى نسب نجاح. طب انت يا دكتور اول لما البيشنت بتيجي لحضرتك بتقول لها انت على طول لازم نستخدم معاكي تقنيه الحقن المجهري، مش اطفال انابيب مش اي حاجه تانية، الحقن المجهري ازاي؟ ما هو اطفال الانابيب برضو اللي انا عايز اقوله انه اطفال الانابيب والحقن المجهري هما الاثنين وجهين لعمله واحده. اوكي. الاختلاف في خطوه واحده داخل المعمل. تمام. الاطفال الانابيب انا بعد ما بسحب البويضات من الست انا بحط الحيوانات المنويه على البويضات. أكيد. ولكن الحقن المجهري لا، انا باخد الحيوان المنوي واحقنه داخل البويض. تمام. اذا الاثنين واحد في البدايه والنهايه، ولكن في الخطوه دي هما بيختلفوا عن بعض. لكن امتى اقول لواحده انت لازم حقن مجهري؟ نفترض واحده مخزون البويضات بتاعها قليل. تمام. طبعا السن ايه؟ لو سنها هي كبير مثلا. بالظبط. لو سنها كبير برضو مش هستنى. واحده فيها مشاكل بالنسبه لقناه فالوب مسدوده او متشاله قبل كده، او يعني احيانا بيحدث حمل خارج الرحم وشالت انبوبه، حمل خارج الرحم تاني وشالت الانبوبه التانيه، احيانا يبقى فيه انسداد في الانابيب وميه في الانابيب، يبقى هتعمل حقن مجهري. واحده عندها تكيس مبيضين واستخدمنا كل وسائل العلاج من تنشيط وعدت بالسايكل دي كلها وما نفعش. او الزوج نفسه في مشكله، عدد الحيوانات المنويه قليل، او حركه الحيوانات المنويه، او نسب التشوهات في الحيوانات المنويه عاليه، او الحركه قليله، او عدد الحيوانات المنويه قليله، ولم يستجب لكافه الانواع التقليديه من العلاج زي العقاقير الطبيه اللي بتتاخد لفترات معينه لكن مش على طول. بعمل مثلا كان عنده دوالي، والدوالي دي ليها برضه مواصفات معينه، امتى اعمل الدوالي؟ لازم لما تبقى بدات خلاص تاثر على حجم الخصيه او الحيوانات المنويه، ومفيش اي اسباب اخرى مؤثره على كل البارامترز بتاعت
السائل المنوي دي الا هو ده السبب الوحيد اللي موجود عندي. تمام. يبقى اذا هعمل دواء لي ما تحسنش بعدها، وارد يتحسن وارد ما يتحسنش. طب افرض هو جه من الاول قال انا عايز حقن مجهري، انا مش عايز اعدي بكل ده، انا عايز ولا هعالج الدواء لي ولا هعمل اي حاجه وهعمل على طول حقن مجهري، وانتوا بتقولوا النسب النجاح عاليه. برضو ممكن يتعمل، بس ده ما يمنعش ان انا في تحاليل معينه لازم تتعمل للحيوان المنوي، وخصوصا تحليل اللي اسمه الدي ان اي فراجمنتيشن. تمام. لانه يقال دلوقتي انه هو له تاثير على نسبة تخصيب البويضات. أوكي. ايضا الجنين اللي طالع من الحيوان المنوي اللي فيه مشاكل في الدي ان اي بتاعته ممكن يبقى الجنين ده اقل مقدرة على الالتصاق بجدار الرحم، او ممكن يبقى ده سبب من اسباب الاجهاض المتكرر عند الست، يحدث حمل والجنين ما يكملش. دي مشكلة برضو ستات كتير. طبعا دي في ابحاث كتير بتقول كده. اذا لابد ان احنا نعمل كل الابحاث، ولو في حاجة لازم نعالج ده. اذا فشلت كل العلاجات احيانا وهو عنده حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي، وخصوصا لو كان العدد بسيط او الحركة بسيطة او النسب التشوهات في الدي ان ايه، ممكن اخد عينة من الخصية واخد منها الحيوانات المنوية لانها بتبقى اقل في الدي ان ايه الفراجمنتيشن اللي هو التشوه بتاع الدي ان ايه. هو نسبة التشوهات دلوقتي الاكسبتبل اللي انا اقدر اشتغل بيها كم برسنتج؟ هو التشوه في لازم نفرق ما بين كذا حاجة يعني او حاجتين. تشوه الدي ان ايه ده له تيست خاص بيه. تمام. ولكن وده الدي ان ايه بيبقى موجود في راس الحيوان المنوي من الداخل. تمام. ولكن التشوه بتاع شكل الحيوان المنوي اللي هو مثلا شكل الراس، ممكن يبقى فيه حيوان منوي له كذا راس، ممكن شكل عنق الحيوان المنوي، ممكن ديل الحيوان المنوي قليل او اطول من اللازم، او احيانا يبقى بديلين او تلاتة. دي كلها تشوهات شكلية في الحيوان المنوي، ديفورميشن في الشكل الطبيعي. ايوه طبعا، ده مفيش راجل ما عندوش دي. اوكي. ومسموح 95، وفي بعض الـ 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 التوصيات بتاعت الـ WHO لغاية 97% من الحيوانات المنوية المشوهة هذا الرجل يستطيع، يعني 3% بس أو 5% طبيعي، هذا الرجل يستطيع أنه يخلف طبيعي بدون اللجوء لحقن مجهري أو كده. دي كلها تبع الـ WHO اللي بتدينا المواصفات بتاعت الحيوانات المنوية الطبيعية. لكن التشوه اللي انا بتكلم فيه هو تشوه الدي ان ايه، وده بيتعمل له تيست. ده بيتعمل له تيست لوحده. لوحده. طيب في ناس كتيره جدا يا دكتور، اخيرا انا عايزه ممكن نقول نصايح، او ممكن نقول ناخد ستاب موتيفيشن معاهم، ان هو بيقولوا طب انا ايه اللي يضمن لي انا اعمل دلوقتي حقن المجهري ولا اعمله مره واثنين وثلاثه ويفشل، انا ايه اللي يضمنني نجاح حاجه زي كده، خصوصا ان هم بيخافوا من جزئيه مثلا التكلفه، من حاجه الضغط النفسي ان انا هتعشم ان انا هعمل حاجه وان هي هتنفع وفي الاخر ما تنفعش. ده كلام سيادتك مظبوط، ولكن انا هعمل حقن مجهري مع مش هعمله عمال على بطال لكل الناس. تمام. ولكن لما يقابلوا الستاندرز والمعايير المعينة بالظبط كده. وبعدين احنا استنفذنا كل العلاجات التقليدية. تمام. لحدوث الحمل. ما بقاش بقى عندي وسيلة اخرى غير الحقن المجهري. تمام. يبقى لازم هعمل الحقن المجهري. وبرضو في البداية لازم اعرف انه مفيش اي طريقة علاج بتدي نسب نجاح 100% عشان الحمل. ما ينفعش ان انا ادي حد برضه هوبس، او ان انا ادي امل ان الحاجه أنا دي او التقنيه دي 100%. بس انا عايزه بقى وعد يا دكتور ان احنا في ناس كتيره جدا عندها اسئله وبتبعت اسئله على الفيسبوك. طبعًا. خصوصا عن موضوع الحقن المجهري، عايزين حد من حضرتك. لا عناية طبعا انا بشكرك. أمر. شكرا جزيلا يا دكتور، وانت نورتني النهارده. اهلا وسهلا يا فندم. بشكر دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. اهلا وسهلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.